وبالرغم من هزيمة الأردن أمام قطر بسبب أخطاء تحكيمية في نهائي كأس آسيا كما قال الحكم الدولي جمال الشريف، إلا أننا لابد أن نبارك لقطر ونقول للأردن هارد لك، لأنكم حققتم المعجزة ووصلتم إلى نهائي كأس آسيا لم تصلوا إليها من قبل. ولذلك أريدكم أن توصلوا هذا الفيديو فورا إلى الأردن وإلى الشعب الأردني. عاش الملك، عاش الملك ساميا مقامه، خافقات في المعالي أعلامه، نحن أحرزنا المنى يوم أحييت لنا نهضة تحفزنا تتسامى فوق هامشه بي. يا مليك العربي لك من خير نبي شرف في النسب، بثت عنه بطون الكتب الشباب الأمجد، جندك المجند عزمه لا يخمد، فيه من معناك رمز الدأب. يا مليك العربي دمت نورا وهدى للبرايا سيدا، هانئا ممجدا تحت أعلامك مجد العربي. أرسلوا هذا الفيديو فورا إلى الشعب الأردني الحبيب، نحن في حاجة فقط إلى الفرحة. قولوا لهم فلاح مصري يقول لكم وشكرا.